السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. طبعا احنا بقالنا كتير قوي ما بنصورش ولا بننزل فيديوهات، بقالنا اكتر من شهرين. الشهرين دول حصل فيهم حاجات كتير قوي يا جماعة، وبصراحة يعني ايه، ادعونا كده بالصبر ان ربنا يصبرنا. طبعا انا غبت عنكم كده، ربنا اللي يعلم، مش بمزاجي والله، ربنا اللي يعلم. انا مره واحده يعني قطعت عنكم تصوير الفيديوهات، ما كنتش بصور ولا بنزل فيديوهات عشان حصل عندي ظروف جامده جدا وربنا اللي يعلم بيها. المهم صلوا على النبي، على النبي حبايب قلبي بالله عليكم، وما تنسوش الدعاء لاهالينا في فلسطين واخواتنا، وربنا يا رب ينصرهم. المهم ايه، انا كنت اخر فيديو صورته معاكم، بعديها تقريبا بيومين ابن اخويا الله يرحمه توفى فجأة كده، كانش تعبان ولا حاجة وتوفى. الله يرحمه، ادعو لهم بالصبر يا جماعة، ربنا يصبرهم ويربط على قلوبهم يا رب. وطبعا ايه، كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا كلنا، فما قدرتش طبعا ايه، انتوا عارفين يعني شاب صغير ازاي عليه بصراحة ربنا الله يرحمه. ما كانش تعبان ولا في اي حاجة فجأة كده. المهم ما يعظمش على اللي خلقه، الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس. فطبعا قعدت فترة طبعا ما نزلش فيديوهات، بعديها ب21 يوم بالظبط والدي كمان اتوفى بعديه. فكانت ايه يعني صدمات بتيجي ورا بعضها ورا بعضها، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله نحمد ربنا. فطبعا غبت عنكم فترة طويلة، وطبعا وقفت القناة، والقناة طبعا ما بقاش فيه مشاهدات عليها ولا اي حاجة خالص. وطبعا يعني اولا بشكر برضو حبايبي واخواتي، ويعني ربنا يديمكم يا رب ايه في حياتي كده على طول تسألوا عليا. حبايبي كم حد سأل عليا، كتر الف خيركم، تشكروا يا حبايب قلبي على سألكم. والله ما كنت قادرة حتى ارد على اللي بيسأل عليا، على اللي بعت لي ويسأل انت غايبة ليه يا ام نسمة. كذا حد قال انت غايبة يا ام نسمة، بتنزليش فيديوهات بقالك فترة، طمنينا عليكي. فربنا اللي يعلم يا جماعة، والله انتوا عارفين ان المواقف دي يعني الشباب بتزعل عليه، وبعدين والدي كمان ورا ابن اخويا على طول ب21 يوم، فكله كان جاي ورا بعض ورا بعض، فكانت صدمات كبيرة. وكانت بصراحة ربنا مأثرة على نفسيتنا، وما زالت والله نفسيتنا تعبانة لحد دلوقتي، ربنا اللي يعلم. فدعونا بالصبر يا حبايب قلبي بالله عليكم. فده أول فيديو صورته معاكم، حتى الطيور عندي مبقاش فيه اهتمام زي الأول. طبعا أهملتها الفترة دي كلها، مكنش ليا نفسي لأي حاجة، في حاجات ماتت عندي وفي حاجات ما نفعتش، البط كان بيبيض برضو ما نفعش، كذا حاجة يعني. برضو دي الفراخ الصغيرين اللي كانوا عندي كنت جايباهم، شوية رز على بلدي مات منهم كتير قوي، كنت جايبة حوالي 40 فرخ ومات منهم كتير قوي، بس الحمد لله ربنا يبارك في الباقيين. دول الكام دكر بط دول حبيت اصورهم معاكم النهاردة. قلت ايه، هدبح منهم، هم 3 ذكورة، فقلت هدبح منهم دكرين وخلي دكر مع البطتين دول. دي يا جماعة سلالة المسكوفي، اللهم صل على النبي، يعني حاجة جميلة جدا. فقلت ايه اتكلم معاكم شوية وانا ايه بصورهم كده، واقول لكم ايه اللي خلاني غبت عنكم الفترة دي كلها. حبايب قلبي اقفوا جنبي الايام دي، انا عايزة القناة ترجع تقف تاني على رجليها، يعني عشان بس ايه الاهمال للفترة الطويلة دي وقلة التصوير ونزلوا الفيديوهات على القناة، فوقفها خالص، ما بقاش فيه مشاهدات. اليوتيوب يا جماعة لازم نشتغل عشان يبقى فيه مشاهدات، وفيه لو فيه حتى ارباح، الارباح كانت ضعيفة والله العظيم يا جماعة جدا. فطبعا ما فيش حاجة، ده انت ما بتشتغليش مش هيبقى فيه ارباح، يعني دي حاجة طبيعية. فالحمد لله، وانا لما حصل كده عندي الظروف اللي حصلت عندي دي، فخلتني مش عايزة افكر في اي حاجة، لا في قناة ولا في فيديوهات ولا في ربح يجي من القناة ولا اي حاجة. قعدت فترة نفسيتي تعبانة والله العظيم، ربنا اللي يعلم، فماليش نفسي كنت اصور حتى ولا فيديو. يعني احنا دخلنا في شهرين اهوت، اللهم صل على النبي، شهرين عشان ال40 بتاعت ابويا هي خلاص فاضل عليها كام يوم، وكان ابن اخويا متوفي قبليه ب20 يوم ولا 21 يوم، فشهرين داخلين على شهرين. وانا من قبلها كمان ما كنتش تقريبا بصور معاكم قبلها بكام يوم، او قبلها ب3 ايام كده، قبل اللي حصل ده ب3 ايام. فادعوا لنا بالصبر يا جماعه، ويا رب ايه ما يحكم على حد باللي احنا شفناه الايام اللي فاتت دي كلها، وربنا يدي الصبر للجميع. احنا مؤمنين يا جماعه وموحدين بالله وراضيين بقضاء الله والله في كل حاجه، كل اللي دونا ربنا احنا راضيين بيه الحمد لله. طبعا ايه، دبحت الدكرين اللي هم في الوش دول، والدكر اللي هو في الارض دوت سبته
عشان يبقى مع البط. والذكر اللي كان كبير الاولاني اللي كنت بصوره معاكم على السطح ده ذبحته، لقيته كبير في السن، فقلت ايه اربي واحد من دول واذبح الكبير اللي كان عندي، فذبحته قبل الموضوع ده بفتره يعني. اللهم صل على النبي. طبعا الطيور عايزه اقول لكم الاهمال وحش فيها برضو، انا ما اهملتش بمزاجي، انا ما كانش ليا نفس اعمل اي حاجه يعني. ممكن اطلع احط الاكل واروح نازله، ممكن انضف كل كام يوم، وانتوا عارفين ان الشتاء بالذات عايزه تنظيف على طول، عايزه تدفي على طول الطيور. فطبعا يعني الحاجه ايه، كان عندي كمان رومي ابيض يعني مات منه، وكانوا كنت جايب 4 مات منهم 2 ولحقت واحده ذبحتها برضو. الحاجات دي اللي الرومي الابيض بالذات عامل زي الفراخ البيض، عايز اهتمام. فطبعا ما كنتش عارفه اهتم باي حاجه، ليه بقى؟ عشان طبعا كنت بسافر واروح واجي كل شويه البلد، فطبعا الحاجات اهملتها، وكنت بسيب الولاد هم اللي يحطوا اكل وكده وانا مش موجوده. فطبعا الولاد مش زينا احنا برضو، انت مربيه طيورك وانت ادرى بيها، فانت عارفه طيورك ايه يعني، انت متابعاها، بتشوفي فرشتها نظيفه، بتشوفي ميتها نظيفه، تحطي لهم اكل، تغسلي الحاجات اللي بيشربوا فيها، تغسلي الحاجات اللي بياكلوا فيها، السطح على طول يبقى نظيف. فطبعا ايه، كنت بصراحه ربنا مش مهيئه نفسيا لاي حاجه بصراحه ربنا. وما زلت والله يا حبايبي ايه زي ما انا كده برضو دلوقتي، بس ربنا اللي يعلم بينا، احنا بندوس على نفسنا عشان انا مستخسره القناه بصراحه ربنا، فيها 7000 مشترك وعدت 7000، فمش عايزه ايه اخسر اخواتي وحبايبي برضو عشان يعني ارجع اشتغل عليها تاني، يمكن ربنا يفتح لنا منها باب رزق. وان شاء الله انا متعشمه في وجه الله خير باذن الله. حبيب قلبي ادعونا بالله عليكم، ادعونا بالله عليكم بالصبر وبالرحمه لابويا وابن اخويا واخويا وامي. يعني احنا بصوا يا جماعه، احنا في حياتي يعني حصل صدمات كتير، انا برضه اخويا متوفي شاب صغير يعني بقاله كام سنه دوت، بقاله حوالي تحت 3 سنين ولا 4 سنين، ده شاب صغير ولسه والله احنا يعتبر لسه متوفي الايام دي برضه، عشان ابن اخويا حزننا عليه جدد كل حاجه. بالله عليكم تدعي لنا وتحطوا لنا اللايك، ما تنسوش بالله عليكم والصلاه على النبي.